معجزات القمص فلتقاس السرياني. يخبرنا أحد الآباء الرهبان بهذه المعجزة ويقول: حضر لزيارتي في دير السريان أخي وزوجته وطفلتاهما، وأثناء استقبالي لهم في مضيفة الدير كان أبونا القمص فلتقاس متواجدا بالمضيفة وحوله الكثيرون يطلبون صلواته لهم، فانتهزنا فرصة تواجده وأخذت أخي وأسرته لكي تباركوا من قدسه. وأثناء تقابلنا معه قالت له زوجة أخي: من فضلك يا أبانا صلي للبنتين، فهما في المرحلة الابتدائية بالتعليم، لكي يباركهما الله بصلواتك. فحدث أمر عجيب، وهو أن أبانا القمص فلتقاس باركهم جميعا، ثم أخذ الطفلة الصغيرة فقط وصلى لها كثيرا ودهنها بالزيت، والتفت إلى والدتها قائلا: ما فيهاش حاجة يا أختي وهتبقى كويسة. ثم بارك الجميع وانصرف. وبعد انصرافه قالت لي زوجة أخي: أبونا ده قديس فعلا، لأننا خلال الأسبوع الماضي شعرنا أن ابنتنا الصغيرة لديها إرهاق وتعب شديدين، فعرضناها على أحد الأطباء الذي بعدما فحصها طلب إجراء رسم قلب لها وطلب إيكو على القلب، وأوصانا بضرورة إراحة الطفلة تماما ومنعها من بذل أي مجهود. وبسبب انشغال أخي وزوجته فإنهم لم يقوموا بإجراء رسم القلب بعد ذلك مباشرة، ولكن بعد عودتهم من الدير أرادوا التأكد من الشفاء الذي كنا واثقين أنه قد حدث للطفلة بعدما صلى لها أبونا القديس القمص فلتقاس السرياني. فقاموا بإجراء رسم القلب وعمل الإيكو على القلب، والعجيب أن تقارير الأطباء كانت مختلفة عما سبق تماما، إذ أنهم وجدوا رسم القلب طبيعيا جدا، ووجدوا أن عضلة القلب سليمة تماما ولا يوجد بها أي مرض أو خلل. فأحسسنا جميعا أن هذه المعجزة قد حدثت بصلوات أبينا القديس القمص فلتقاس السرياني. بركة صلواته فلتكن معنا. آمين.